بهدفين مقابل شيء ينتهي لقاء الزمالك وسموحة. السموحة يتقدم على الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في مباراة من طرف واحد في الشوط الثاني. حاول الزمالك ولكن كارتيرون يدفع الثمن النهاردة بشكل كبير جدا لأنه ابتدى بداية غلط، ما قدرش أنه هو يعود للمباراة من جديد. توقعات من العيار الثقيل للاستوديو التحليلي. كابتن أيمن شابو النهاردة. كابتن سيف شابو للكباتن الكبار. مش حاجة ظريفة ان احنا نتوقع اداء سلبي من نادي الزمالك، مش حاجة ظريفة ان احنا نشوف كده والمدير الفني ما يتوقعش ده او يقيس ده. المدير الفني كان عنده تجربة مع بطولة كاس الرابطة بالتشكيلة اللي لعب بيها دي، واحنا قلنا ان قد يكون نادي الزمالك ما استفادش حاجة من كاس الرابطة، ما استفادش من لعيبة ناشئين قدر ان هو يطلعهم او يستفيد من وجودهم او يديهم شيء من الطاقة انه يكونوا مع الفريق الاول، وما استفادش غير اللعيبة حتى الاساسيين كان تجهيزهم، وده كان معظمهم لعيبة مش اساسيين لعملية التجهيز باستثناء طبعا اوباما وشيكابالا. لكن حاجة غريبة قوي في علم التدريب، حاجة غريبة قوي في علم الاختيار، في علم الانتقاء للمباراة، ازاي مدير فني بيفكر لاي مباراة؟ اي تفكير لاي حد تساله كده يقول لك يفكر يكسب الاول. يعني طبيعي اي مدير فني يفكر يعمل التشكيل الاساسي الاول اكسب بيه وبعد كده اريح لعبتي، مش العب باللعيبه اورطهم في مباراه وبعد كده افكر اعمل عمليات انقاذ فاعمل احباط للاساسي والاحتياطي. الطبيعي ان انا ابتدي بالاساسي بتاعي، اخلص مباراه اروح شايل 3-4 لعيبه من الملعب، خلاص دول اللي بريحهم.